أهلا بكم. رئيس الجمهورية تلقى رسالة من ملك بريطانيا يؤكد فيها وقوف لندن إلى جانب بغداد في ترسيخ السلام وتعزيز العلاقات. القائد العام يحضر تدريبا مشتركا للقوة الجوية العراقية والفرنسية في قاعدة بلد، ويعلن توجه العراق لتنويع مصادر التسليح. المالية النيابية تواصل عقد جلساتها لإكمال الموازنة وتقرر مفاتحة وزارة المالية بشأن عقود ما بعد العام 2019. بغداد تستضيف السبت المقبل مؤتمر وزراء النقل لدول الخليج والمنطقة للإعلان رسميا عن مشروع طريق التنمية. لأخذ تعهدات بعدم التعامل بالدولار، حملة دعم الدينار تدخل مناطق الدورة وسط إشادة المواطنين بانعكاسها على الأسعار. وسط موسم تسويق ناجح للحنطة، تجارة تتسلم دفعة رابعة من مستحقات الفلاحين وتستعد لتوزيعها على المحافظات. النزهة تستقدم 17 موظفا ومسؤولا في ميسان وسامراء بتهم تتعلق بهدر المال العام والتلاعب والتهرب الضريبي. إذن تفاصيل هذه الأخبار تأتيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.